حتى بيوم من الأيام بحصة الديانة سألت الآنسة هل الغير مسلمين ممكن يروحوا على الجنة؟ قالت لي لا، المسلمين هن فقط يروحوا على الجنة. وذكرت لي الآية اللي بتقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سألت حتى المناح كمان ما يفوتوا على الجنة؟ قالت لي نعم، القصة واضحة جدا، إذا بتكون مسلم بتفوت على الجنة وغير المسلم بتروح على النار بغض النظر إن كنا منيح أو سيء. فأنا هون فورا شعرت إنه في شيء غلط بالموضوع. ليش لحتى الله يعذب ويحرق أغلب البشرية بالنار ويحط القسم الصغير منهم بس بالجنة وحتى المناح يحرم من النار؟ هذا شيء غريب كتير. إذا عمل أحد من أهل الكفر عملا من أعمال الخير مثل الصدقة هل تخفف عنه من العذاب يوم القيامة؟ رب العزة قال في كتابه الكريم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قد يساب عليها في الدنيا. يساب عليها في الدنيا أعني يكرم بسببها في الدنيا، أن الله يوسع عنه يدفع عنه مصائب كانت ستحل به. أما في الآخرة قد قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء مما كسبوا. ويقول تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ويقول لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ويقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قائلة يا رسول الله عبد الله بن جدعان كان يصل الرحم ويقري الضيف ويفعل ويفعل، هل ذلك نافعه؟ قال لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، والله أعلم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر. إن الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما أن النار لا يدخلها أو قال لا يخلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فجعل الكبر مقابلا للإيمان. فإن الكبر، وهذا هو الشاهد، فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تبارك وتعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته. ثم قال أبو العباس فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث الإلهي القدسي الجليل يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص هذا من ملكي شيئا. أحد مظاهر العزة أو أحد مظاهر العظمة أن الله تبارك وتعالى هو رب العزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الله تعالى هو العزيز، العزة كلها له، إن العزة لله جميعا. ما معنى العزة؟ العزة كلمة تجمعها أربعة أشياء: الاستغناء، القوة، الغلبة، المنعة. الاستغناء، القوة، الغلبة، المنعة، من جمع هذه الأربعة بإطلاق
كان العزيز بإطلاق، ولم تجتمع هذه الأربع بإطلاق إلا لله وحده لا شريك له. الاستغناء أن تستغني عن كل أحد، وما من مخلوق إلا وهو محتاج، على الأقل يحتاج إلى الحياة. كنت عدما وكنت عدما وكان الكون كله عدما فأحياه الله تبارك وتعالى. تحتاج إلى هذا النفس، تحتاج إلى الطعام، تحتاج إلى الشراب، تحتاج إلى كل شيء. مهما بلغت من الغنى فأنت عبد فقير محتاج. حتى ملوك الأرض يحتاجون إلى طعامهم، إلى شرابهم، إلى نفسهم، فهم عباد أذلاء. أما المستغني عن كل أحد، الله تبارك وتعالى، إن الله غني عن العالمين سبحانه وتعالى. القوة، ما من قوي إلا وله حد، يضعف عنده، يخف عنده. أما الله تبارك وتعالى فهو القوي المتين، لا شيء يضعف عنه، لا شيء يعجزه، وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثم الاستغناء والقوة والغلبة. كلما غلبت كلما كنت عزيزا، وكلما غلبت كلما كان لك من الذلة بمقدار الغلبة. الله تبارك وتعالى غالب على أمره، لا يعارضه أحد في حكمه، والله يحكم لا معقب لحكمه. ليس هناك ملك يعترض أو مخلوق يعارض. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ثم المنعة، المنعة أن يمتنع جنابه أن يلحقه أذى من غيره. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فلما اجتمعت هذه الأربع لله بإطلاق كان الله سبحانه رب العزة. فإذا عرفت أن الله تعالى هو العزيز والعزة كلها له وهو صاحب العزة، فاعتز بذي العز، فإن من اعتز بذي العز فذو العز له عز، ومن تولى عن العزيز أذله. أولم تسمع وضربت عليهم الذلة. ما من مخلوق نأى عن الله وعن الذل له إلا وأذله الله، وما من مخلوق اعتز برب العالمين إلا وأعزه، لأنه له العزة جميعا. فاللهم أعزنا بطاعتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.